أم النبوة السيدة آمنة عليها السلام، هذه أم المصطفى. كيف الله عز وجل يجعل لخير خلق الله أم ليست على الإيمان والعياذ بالله؟ هذا أصل النبي، وهل يجتمع النور مع الظلام؟ كلا، بل هي نور طاهرة كانت على الإيمان وماتت عليه. أهل البيت عليهم السلام شلون علمونا نزور المعصوم؟ نقول أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وهذا ما يوافق القرآن الكريم في قوله عز وجل وتقلبك في الساجدين. القرآن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتقلب في أصلاب الساجدين الموحدين العابدين، كانوا على دين إبراهيم الخليل كعبد المطلب وعبد الله عليهما السلام. الله عز وجل اختار لنبيه أشرف نسب، أطهر نسب، من آدم إلى أن وصل هذا النور في صلب عبد الله اللي كان يسطع من جبينه نور النبوة. هذا النور كان متواجد في جبين كل آباء النبي، كل ما يأتي الأب بولد يزداد هذا النور في جبين حامل نور النبوة، فزاد هذا النور في جبين عبد الله أبو النبوة. كان يلاحظ آثار غريبة وعلامات عجيبة. مرة من المرات صارح أباه عبد المطلب عليه السلام يقول وكنت إذا جلست أحيانا في ظل شجرة يابسة اخضرت وأينعت، وإذا فارقتها عادت إلى يبوستها. وكثيرا كان يسمع هذا النداء، يا حامل نور. نور منه؟ نور محمد عليك السلام. ينقل العلامة المجلسي والشيخ عباس القموي أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب في إحدى الليالي عند قبر أبيه وصلى عنده ركعتين لله، راح يناديه فإذا بالقبر ينشق فجأة وعبد الله جالس فيه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله ورسوله. فسأله من وليك يا أبا؟ فأجابه متسائلا ومن وليك يا بني؟ تسليم مطلق لرسول الله. قال إنه لعلي وليك. قال عبد الله أشهد أن عليا ولي. ثم إنه لما عاد إلى بستانه صلى الله عليه وآله دنا من قبر أمه وفعل نحو ما فعل عند قبر أبيه. يقول العلام المجلسي رضوان الله عليه يظهر من هذه الرواية أنهما آمنا بالشهادتين، وأن إرجاعهما كان لكي يكمل إيمانهما بالإقرار بإمامة علي بن أبي طالب عليهما السلام.